تقول السائلة: أحرمت بالعمرة وصلت ركعتين في الميقات وركبت السيارة، ثم أحست بخروج قليل من دم الاستحاضة، ثم دخلت في النسك، ولما وصلت مكة توضأت وأدت العمرة، هل عليها شيء؟ إذا كان الدم انقطع واغتسلت وأدت العمرة وهي طاهرة فلا ليس عليها شيء. أما إذا كان الدم مستمرا ولم ينقطع ألا تصح عمرتها، عليها أن تبقى في إحرامها إلى أن ينقطع الدم، ثم تغتسل ثم تؤدي العمرة على طهارة.